الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. لقاء جديد في من القاهرة، اهلا وسهلا. اليوم عندنا حوارين، الحوار الاول بنتكلم فيه مع حضراتكم عن التصنيف الائتماني لمصر. مصر تصنيفها الائتماني سنة 2014 كان مختلف تماما عن التصنيف الائتماني لمصر عام 2018، ده حسب الوكالات الدولية، الوكالات الثلاث المصنفة في هذا الإطار. مجلس الوزراء عرض تقرير بيستعرض فيه مؤشرات مصر من ناحية التصنيف الائتماني عام 2014 ومقارنته بالتصنيف الائتماني الحالي اللي أصبح مصر فيه في موقف أقوى، والحقيقة ده انعكاسات أمور كثيرة متعلقة بالبنية التحتية، متعلقة بالمشروعات القومية، متعلقة بالمناخ العام من الناحية السياسية والأمنية. الكثير من التفاصيل اللي بتراعيها المؤسسات الدولية في تصنيف أي دولة من الناحية الائتمانية. هيكون معنا في هذا الحوار الأستاذ خليفة أتهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. طيب، الموضوع الثاني بنتكلم فيه مع حضراتكم، الحقيقة إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بيواصل التحالف مع قطر في ترويج الكثير من الشائعات في مصر. مرة بيقول بيتكلم عن التعليم والصحة، ومرة بيتكلم عن بيع الأهرامات لدول عربية، ومرة تانية بيتكلم عن بيع بعض المناطق لدول عربية أو ما شابه ذلك. الحقيقة باستمرار مجلس الوزراء والدولة المصرية بتنفي هذه الشائعات، ولكن الحقيقة إعلام جماعة الإخوان باستمرار كل يوم بتلاقي فيه مزيد من الشائعات، مزيد من التحالف ضد الدولة المصرية. هيكون معنا في هذا الحوار أيضا السيد اللواء سلامة الجهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والأستاذ أشرف بدر، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي سابقا. بعد قليل استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام، بعدها الحوارات، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، الحقيقة بداية الأخبار، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات النمساوية وتدشين شراكة اقتصادية. خلال مشاركته اليوم في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات النمساوية فضلا عن بعض أعضاء مجلس العمل المصري النمساوي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات النمساوية في القاهرة وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال النمساوي بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح للطرفين والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات في مصر. وأوضح كمان الرئيس أن هناك نقلة نوعية تتم في الوقت الحالي على المستوى التنموي، حيث أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات قومية عملاقة لتحفيز الاقتصاد ودفع معدل النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها مشروع تنمية قناة السويس بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، وكذا الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية الضخمة، إضافة إلى السعي نحو توطين الصناعات في مصر. كمان عندنا الحقيقة رئيس الوزراء بيؤكد أن الحكومة ستعقد عدد من اجتماعاتها في مدينة العلمين الجديدة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجه لدى الدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة، بمعنى أن العمل طوال العام وليس مصيفا فقط، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي لمبنى مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة وأجنحته المختلفة، والذي يتكون من دور أرضي وأطباعة أدوار متكررة، ويضم المبنى جناح مخصص لكل وزير وطاقم العمل معه، بالإضافة إلى دور لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء وفريق عمل مع رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قاعة كبرى للاجتماعات ومركز إعلامي، حيث يتم حاليا الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى مجلس الوزراء بالكامل.
الحقيقة كمان على جانب آخر، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته اليوم لمطروح مستشفى الحمام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. وكمان استمع رئيس الوزراء إلى شكاوى بعض المواطنين من عدم توافر أطباء التخدير، وأجرى مكالمة بوزيرة الصحة للعمل على سرعة حل المشاكل. التقرير التالي بيبرز أهم أنشطة رئيس مجلس الوزراء في مدينة مطروح، نتابع التقرير مع حضراتكم. لا تهاون في التوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات مع جودة تنفيذها، تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي جاءت خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتفقد العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، حيث صرح مدبولي بأنه جاري الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بعد الانتهاء من التشطيبات بها. شملت الجولة تفقد موقعي تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة العلمين الأهلية بمدينة العلمين الجديدة، والتي يتم تنفيذها على مسطح تقدر مساحته بنحو 62 فدانا. كما تفقد رئيس الوزراء عينات تشطيب الأبراج والمنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة، وشدد على ضرورة الاعتماد على مواد البناء المصرية تشجيعا للصناعات المحلية، وأكد على ضرورة أن تعمل المنطقة الترفيهية بالصيف المقبل، وتأكيدا على توجه الدولة لأن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة وتعمل طوال العام وليس خلال شهور الصيف فقط. حرص رئيس الوزراء خلال جولته على تفقد مبنى مجلس الوزراء بالمدينة، وأشار أن الحكومة ستقوم بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. وفي إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، قام رئيس الوزراء بتفقد مستشفى الحمام بمطروح واستمع إلى شكاوى بعض المواطنين. وفي ختام زيارته التقى رئيس الوزراء نواب محافظة مطروح، حيث تم استعراض عددا من التحديات التي تواجه المواطنين بالمحافظة. وفي ختام اللقاء أكد مدبولي أنه سيتم بحث كافة مطالب النواب والعمل على حلها في حدود الإمكانيات المتاحة. أحمد أبو الحسن، النيل. نروح مع حضراتكم مشاهدين الكرام من مطروح لنا يعني بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حين بمحافظة قنا بتكلفة بتقترب من 12 مليون جنيه أو 12 مليون دولار عفوا. أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان عن بدء تنفيذ مشروع التنمية الحضرية والمتكاملة بنجع نصر الله بمنطقة الحميدات ومنطقة المعنى بمدينة قنا. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا اليوم. وأضاف المحافظ أن إجمالي القيمة المالية للمشروع حوالي 11 مليون و760 ألف دولار، منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري، و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية إحداهما قنا. كمان عندنا وزير التنمية المحلية بيؤكد الانتهاء من إعداد قانون خاص بالثروة المعدنية والمحاجر. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن الوزارة انتهت من إعداد قانون خاص بالثروة المعدنية والمحاجر تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، موضحا أن الإيجارات الخاصة بالمنشآت الحكومية لا تتناسب مع الوقت أو في الوقت الحالي. خلال جولتي التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الفيوم اليوم التي رافقه خلالها المحافظ اللواء عصام سعد، وأكد كمان أن قانون الإدارة المحلية الجديد تم تعديل بعض بنوده من خلال متخصصين أكفاء وسوف يتم عرضه باللجنة العامة على مجلس النواب.
وأكد كمان وزير التنمية المحلية اهتمام الدولة بالتنمية في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هناك مليار دولار تم رصدها في محافظتي سوهاج وقنا لإصلاح البنية التحتية وتنفيذ عدد من المشروعات، 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي و500 مليون دولار من الحكومة، لافتا إلى أن العمل بدأ بالفعل في المحافظتين منذ 8 أشهر وبلغت نسبة التنفيذ ما بين 20-60%. طب ينضم إلينا عبر الهاتف للمزيد السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم. سيد المحافظ تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا، مساء الخير وتحياتي لسيادتك أمر تحت أمرك. أشكرك جدا سيد المحافظ. يعني أبرز ما تم يعني رؤيته اليوم أو استعراضه مع السيد وزير التنمية المحلية في محافظة الفيوم. بشكر سيادتك الأول، وهو سيادته صباح اليوم تفقد السيد اللواء محمود شعراوي مع الوزير التنمية المحلية لبعض المنشآت الخدمية في نطاق محافظة الفيوم. طبعا الزيارة بتأتي في إطار جولات تفقدية للسيادة للمحافظات مصر بصفة عامة، ونفس الوقت لمتابعة التكليفات وتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية وفي قبضة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. هو سيادته النهاردة تفقد بعض القطاعات المهمة زي التعليمية والصحة، شملت الجولة المدرسة المصرية اليابانية، والتقى بالأولاد اللي موجودين للإطمئنان على سير العملية التعليمية، تفقد أعمال التطهير اللي بتتم ببحيرة أرون، واستمع سيادته لشرح كامل للأعمال لإزالة التلوث وتخفيض درجة الملوحة اللي موجود قضت على الثروة السمكية. وبرضو وجه سيادته تنفيذ أو سرعة تنفيذ باقي المراحل، احنا بنتكلم في المرحلة الأولى من عملية التطهير، وجه سيادته بسرعة تنفيذ بقية المراحل الأخرى. برضو سيادته تفقد بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء بعض المساكن والعمارات الخاصة بالأسر الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا. برضو سيادته تفقد طريق النصر، وده طريق هام هيصل ما بين طريق وادي الريان وصولا إلى المنطقة الصناعية اللي موجودة في أوتا المرحلة الأولى منه، وبرضو وجه بسرعة تنفيذ باقي المراحل. الجولة حقيقي كانت مثمرة، ويا رب بإذن الله خلال الفترة اللي جاية بمشيئة الله تعالى نقدم خدمة مميزة بمشيئة الله للمواطنين بإذن الله تعالى. طيب بعيدا عن الجولة سيادة اللواء، يعني أبرز المشروعات اللي سيادتك بتشتغل عليها منذ توليك المسؤولية في محافظة الفيوم واللي هي بتعتبرها كمشروعات قومية سيادتك بتشتغل عليها مع فريق العمل في المحافظة؟ والله هو شامل القطاعات كلها، يعني شامل القطاعات كلها. طبعا أبرزها القطاع التعليم من خلال إنشاء العديد من المدارس ورفع درجة درجة بعض المدارس المقامة من خلال التوسعات وعمل الصيانة، وده موضوع مهم جدا جدا لتقليل الكثافة السكانية. برضو الصحة، قطاع الصحة، وده من خلال رفع الكفاءة لبعض المستشفيات القائمة وإنشاء مستشفيات أخرى زي المستشفى العام اللي موجود في ديمو وزي مستشفى يوسف الصديق اللي موجودة في مدينة يوسف الصديق، اللي كانت شملت الجولة بتاع سيادة الوزير النهاردة للوقوف على السلبيات والمعوقات اللي موجودة في المستشفى. برضو النطاق السياحي، وده موضوع مهم جدا جدا عندنا في محافظة الفيوم. سعادتك عارف ان محافظة الفيوم صحيح ذات طبيعة سياحية، وسياحة سواء كانت سياحة فرعونية او سياحة اثرية او سياحة بيئية، سياحة محميات طبيعية موجودة، فاحنا بالتالي لازم نستفيد من هذا الحاجات اللي موجودة عندنا والاماكن السياحية. مع الوزير يمكن عفوا المقاطعة، يمكن يعني فكرة برضو توفير فرص العمل من خلال النهوض بالمناطق الصناعية، يعني الآلية اللي بتشتغلوا عليها في هذا الإطار، خاصة أن يعني في مشاكل في كل المناطق الصناعية مش بس في الفيوم ولكن على مستوى الجمهورية، لكن الرؤية خلال المرحلة القادمة في تنمية هذا القطاع علشان نخلق كمان فرص عمل. ده موضوع مهم اللي أشرت ليه، طبعا تسديد المعوقات والمشاكل اللي موجودة في المناطق الصناعية، وده بيتم بصفة مستمرة. طبعا المشاكل اللي بتحدث عنها الناس المستثمرين، وده يتم الالتقاء بيهم
عشان برضو الاستماع لآرائهم ومشاكلهم وقطع كلام من ده وسجلها، وده من ضمن الملفات المهمة جدا، لأن زي ما سعادتك أشرت كده دي بتوفر فرص عمل للشباب. عندنا برضو في محافظة الفيوم موضوع مهم جدا، الكرة المنتجة، ودي موضوع مهم جدا. الكرة المنتجة عندنا بتنتج صناعات يدوية، صناعات ماهرة، ناس مهرة في الصناعات بتاعتهم، وده موضوع مهم لأن ده ممكن يصل للعالمية، زي مثلا قرية عندنا زي قرية تونس وبتاع كلام من ده. احنا شغالين في كافة المجالات، التنمية بتاعت الكرة الريفية في حد ذاتها، صحيح. الأعمال الخاصة بالصرف الصحي، الأعمال يعني كل القطاعات تقريبا بمشيئة الله. طيب سيادتك اتشرفنا امتى نتكلم بالتفصيل يا سيادة اللواء عن كل هذه الموضوعات؟ تحت أمرك، ويتم تحديد ميعاد مشيئة الله. ربنا يخليك، أشكرك جدا، أشكرك السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، شكرا جزيلا. طيب عندنا كمان من الفيوم لأسوان، قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم أنه تم تنفيذ 93% من مشروعات كيما 2 والتي بلغت تكلفة استثمارية للمشروع 11 مليار جنيه، يساهم في توفير حوالي 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك خلال جولاتي التفقدية اليوم لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع كيما للأسمدة أمونيا ويوريا ومكونات المشروع، حيث يساهم المصنع الجديد في توفير 500,000 طن أمونيا سنويا للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية. وأوضح أن شركة كيما تعد من أكبر القلاع الصناعية باعتبارها علامة بارزة في تاريخ الصناعة المصرية منذ إنشاء مصنعها الأول في عام 1956، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تنفيذه طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة ليحقق العوائد الاستثمارية منه على الوجه الأكمل. والحقيقة دول مشروعين من أكبر المشروعات، سواء كيما 1 وكيما 2 اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابعهم بنفسه في محافظة أسوان. طيب كمان الداخلية بتعرض دورها المجتمعي من مبادرات وإنجازات. أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية بتقدم مبادرات مجتمعية في سبيل خدمة المواطنين وتحقيق الأمن المجتمعي للمواطنين، بما ينعكس بصورة إيجابية على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. من جانبه أكد اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة للمخدرات أن مصر ليست منتجة لجميع أنواع المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه خلال العام تم تحقيق نتائج كبيرة في مجال ضبط القضايا المخدرة، ومنها على سبيل المثال 76 طن حشيش و13 مليون قرص مخدر وحوالي 3 مليون أو 2700 جرام كيلو جرام من الهيروين. وأوضح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتشن حملات أسبوعية ويومية بمحيط المدارس وعلى حافلاتها والأندية والجامعات أيضا، خلال حملات ضد مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تقدم أطر علاجية غير سليمة. وكمان أوضح اللواء مجدي القمري مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث أن الإدارة بتعمل على شقين، إحداهما أمني هو مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الحدث في ارتكاب الجرائم، والآخر هو الوقائي من خلال توفير خطوط ساخنة بتساعد الأطفال بلا مأوى لحمايتهم من براثن التشكيلات العصابية. حقيقة دور كبير جدا بتقوم به وزارة الداخلية على كل المستويات. آخر الأخبار الحقيقة عندنا المجلس المصري للشؤون الخارجية بيؤكد حيوية الدور المصري وأهميته في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. اختتم المجلس المصري للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء مؤتمره السنوي 16 والذي عقد هذا العام تحت عنوان مصر والعرب في الشرق الأوسط أو في شرق أوسط متغير. وقال السفير منير زهران رئيس المجلس أنه عقب اختتام جلسات المؤتمر ومداولاته التي استمرت على مدار يومين، فقد تم استخلاص عدد من التوصيات انطلاقا من الثوابت والمتغيرات، والتي منها التأكيد على حيوية الدور المصري وأهميته بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط عموما والمنطقة العربية بشكل خاص، وأهمية تطوير أداء وتفعيل دور الجماعة العربية من أجل تعظيم دورها، وأن توضع معاهدة الدفاع العربي المشترك موضع التنفيذ، مشددا على ضرورة تعظيم هذا الدور وتوسيعه بما يمنع من زيادة التدهور في المنطقة العربية.
طيب الحقيقة ده استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل هيكون معنا أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. الحوار الأول متعلق بالتصنيف الائتماني المصري. مجلس الوزراء زي ما قلت لحضراتكم في البداية استعرض المؤشرات التصنيف الائتماني المصري في عام 2014 في عام 2018، وكان في مقارنة بهذه الأرقام في عام 2014. هيكون معنا في هذا الحوار بعد قليل الأستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. ابقوا معنا مشاهدينا.